الشعب كل صوت، صوت الشعب. أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامج صوت الشعب عبر شاشتكم وقناتكم الـ A1 TV. تواصل معكم كالمعتاد، وهذا التواصل الرابع معكم لليوم في هذا البرنامج اللي يبحث دائما عن إيصال صوت المواطن، إيصال شكاوى أبناء الوطن الغوالي على قلوبنا جميعا في كافة محافظات المملكة، من العقبة جنوبا إلى الرمثة شمالا. فبداية برنامج متمنى أنه نقدر نقدم فيها اليوم شيء يتناسب مع طموح أبناء هذا الوطن الغالي في مملكتنا الأردنية الهاشمية، فيسعد مساكم. وبتسأليني يا بلد ليش القحط عم البلد وليش الغيوم تكشفت والخير شيء تسأليني يا بلد لأن النوايا تغيرت وصارت أناني وحسد وصار اللي عنده 4 مليون يتمنى بعد العشا يزعل إذا سمع الرعد يزعل إذا ابتل الطريق وبالشتاء ولا برد. ومع هاي الكلمات اللي أكثر من رائعة لفنان الأردني متعب الصقار اللي بتحدث فيها عن البلد وبتسأليني يا بلد. طبعا في هذا البرنامج وكل البرامج، أنا ما راح أتحدث عن برنامجنا لأنه إحنا نتحدث عن إعلام أردني كامل يتحدث باسم مواطن أردني يبحث بهذه الفترة بالتحديد عن الخروج من عنق الزجاجة اللي تحدث فيها الحكومات السابقة وهذه الحكومة. فلما نتحدث عن البلد نتحدث عن الشعب، الحديث يطول ويطول ويطول. لكن اليوم راح نحكي بعد الأخبار والاتصالات وجولتنا في المحافظات عن شعبنا الأردني ونتحدث عن بلدنا ونتحدث عن كل شيء مرتبط فيها وعن هذا الألم اللي موجود عند المواطن الأردني من كثر ما هو بحب بلده وبيبحث أنه تكون أو تكون مملكتنا الأردنية الهاشمية أكبر وأفضل وأجمل بإنجازاتها وبمواطنيها بكل شيء أكيد مرتبط فيها. خلينا نروح لأخبارنا كالمعتاد، وأول الأخبار معنا لليوم: غادر جلالة الملك عبد الله الثاني أرض الوطن أمس الثلاثاء متوجها إلى المملكة المتحدة. ويعني هذه الزيارة للمملكة المتحدة مرتبطة أكيد بالشأن العربي، وبنفس الوقت هناك أمور عسكرية. احنا بنعرف يعني جلالة الملك دائما بزياراته المختلفة لمعظم دول العالم يبحث عن إيصال كل ما يرتبط بهذا الوطن الغالي، إن كان باستثمار، كانت أمور عسكرية، كان قضية السلام، إن كانت أمور بالقضية الفلسطينية، وكل شيء يرتبط بالشأن العربي والأردني. فيعني كان هذا الخبر الأول معنا اليوم. ونروح نشوف الخبر الثاني. خلال الربع الثالث من العام الحالي أكثر من 217,000 مخالفة سير في العاصمة عمان، وبدي أركز شوي على هذا الخبر وبدي أحكي فيه ببعض الأمور اللي مرتبطة بموضوع الكاميرات بالشوارع أو المخالفات. لما نحكي عن 217,000 مخالفة
للسير في الربع الربع الثالث من العام. احنا لو بدنا نحكي بالقيمة المالية راح نصل للملايين، لكن انا ما بدي احكي بالقيمة المالية على قدر ما بدي احكي على الدور الرقابي المرتبط بالجهات المسؤولة. الكاميرات اللي موجودة عندنا بالشوارع، الكاميرات الموجودة عندنا بالشوارع، هذه الكاميرات بصراحة ممكن ترصد واقع الناس اللي موجودين في الشارع وترصد المركبات اللي موجودة بالشارع. ولما نحكي اليوم عن 217 ألف مخالفة، احنا بنحكي ان هناك رصد كامل لكل الشوارع في العاصمة عمان وفي كافة المحافظات الأردنية. الشيء اللي بيستفزنا مرات كمواطنين انه احنا قاعدين نرصد مركبة بقودها شخص بسرعة 300 أو 250 وبنقدر نأخذ رقمها على بعد مسافة يعني ممكن تصل لكيلوات، وبنفس الوقت ممكن نرصد الأشخاص الموجودين جوا المركبة ونرصد هذا الشخص إذا كان ماسك التلفون تبعه أو غير ماسك التلفون، إذا كان بيشرب قهوة أو ما بيشرب قهوة، وباستطاعتنا رصد أبسط الأمور الموجودة بالسيارة على هذه السرعة. وبنفس الوقت ما استطعنا نرصد الأشخاص اللي موجودين تحت الكاميرا، الأشخاص اللي بيشحدوا قاعدين على الإشارات، الأشخاص اللي يعني بيقطعوا المسافات بجوز الكيلو بيقطعوها بيوم بيومين من الحاجة ومن ضعف الحال. استطاعت الكاميرات المرتبطة بالمسؤولين من أجل الجباية أن ترصد هذه المركبات بسرعات مختلفة، لكن ما استطاعت إنها ترصد الأشخاص المحتاجين في مملكتنا وسرعاتهم بسيطة. زي ما برصد اليوم 217 ألف مخالفة في ربع، يعني بنحكي قاعدين بثلاث أشهر وما قدرنا نرصد حالة واحدة لمواطن أردني محتاج ببحث عن لقمة العيش وببحث عن قوت يومه. هذه الأمور تستفزنا كمواطنين، بتخلينا نبحث دائما أنه يا جماعة الخير بدنا ناس يوصل صوتنا، وبدنا ناس يوصل هالصوت اللي 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 تعب على قدر ما يعني نادى وصرخ وأوائل آخره من الأمور اللي نحكي فيها دائما في برامجنا. فياريت من جهاتنا الحكومية زي ما عبت عمان كاميرات للمراقبة وكاميرات للمخالفة ودفعت عليها آلاف مؤلفة، تعدت الملايين الملايين من المبالغ المالية حتى ترصد الحالة العامة، حتى تقدر تأخذ من جيب المواطن الأردني، واليوم نحكي عن 217 ألف، بنفس الوقت يا ريتنا ترصد حال هالمواطنين التعبانين اللي مش لاقين يأكلوا، حالة من 217 ألف، حالة من هالمبالغ الكبيرة اللي بتروح أكيد لدعم الجهات المسؤولة. وفي بعض الأحيان بيستفزك خبر ثاني لما وزير يحط في مكتبه يعيد المكتب أو يعيد الـ 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 الأثاث تبع المكتب ويكلف 50 و60 ألف دينار، وفي مواطنين بيحتاجوا 10 دنانير و15 دينار، وفي أشخاص موظفين على 220 و250 دينار وطول الشهر والله بيعلن في الظرف المالي اللي بيعيشه. فبعض الأحيان هاي الأخبار تستفزنا كمواطنين لما نقرأ خبر 217 ألف مخالفة في ثلاث أشهر وقدرنا نرصدها بأرقامها وما قدرنا نرصد حال المواطن الأردني اللي 24 ساعة قاعد بينادي وبوجه الرسائل للجهات المسؤولة حتى تخدمه. الخبر الثالث معنا لليوم، عطاءات جديدة ب20 مليون دينار ضمن الباص السريع 3، طبعا هو متوقع الانتهاء منه في عام 2020، بلش المشروع بال 2010 ووضعوا حجر الأساس في ذلك الوقت. احنا اليوم بال 2018 وبدنا ننتظر لعام 2020 حتى نحكي أكثر عن هذا الموضوع. احنا راح نتواصل اليوم عبر الاتصال مع مدير مشروع الباص السريع حتى نطرح كمان مجموعة من الأسئلة بما يتعلق بموضوع الباص السريع، وين راح يوصل الباص السريع، والمبالغ اللي تم صرفها على الباص السريع بالفترات السابقة مش الأولى فيها كان تعبيد بعض الشوارع اللي احنا منعاني منها معاناة كبيرة كمواطنين، إن كانت طرق خارجية أو طرق داخلية في العاصمة عمان.
ولوين راح يوصل الباص السريع، وما هي الخدمات اللي راح يقدمها الباص السريع في ظل الظروف اللي بيعيشها المواطن اليوم، والقرارات والقوانين والأمور المتعلقة بما نسمعه اليوم احنا عن طريق السوشيال ميديا. المواطن نسى موضوع الباص السريع وبطل فكر فيه لأنه تعب. احنا بنحكي قاعدين من 2010، يعني 8 سنوات واحنا بننتظر الباص السريع. برجين عمان أو بوابة عمان لليوم بعدهم ثابتات، ما شاء الله من العوالم ويعني من الآثار أصبحت في وطننا. فخلينا شوي نروح للحديث عن الباص السريع، ومعنا مدير مشروع الباص السريع المهندس رياض الخرابش. مهندس يعطيك العافية. حياك الله. على سيد الكريم بدنا نأخذ آخر المعلومات عن مشروع الباص السريع. يعني راح أعطيك آخر المعلومات بس نعم. أتطرق شوي للمقدمة اللي تفضلت فيها. نعم. من 2010 وإحنا شغالين على مشروع الحافلات سريعة التردد. نعم. هذا نعم. مشروع النقل العام بشكل باكورة مشاريع النقل العام في مدينة عمان وحتى على مستوى المملكة وعلى مستوى الوطن. نعم. هلا بطبيعة الحال ما بدي أبرر بس بدي أفسر، لأنه في فرق بين التبرير وبين التفسير. إحنا كان فينا تعليق للعمل في المشروع لمدة 4 سنوات قبل الحكومة. نعم. لتدقيق أعمال المشروع الفنية ودراسات الجدوى المتخصصة. إعادة إحياء مشروع الحافلات في التردد صار في حكومة الدكتور عبد الله منصور بعد ما تأكد وإجا مستشار أجنبي يدقق المخططات والدراسات الفنية ودراسات الجدوى اللي صارت عليه. فالتعليق إحنا ككادر أمانة بريئين منه يعني. نعم. مع إنه يعني تعليق العمل في المشروع لمدة 4 سنوات إحنا ما كنا شغالين عشان نحاسب على فترة مشتركة. باشمهندس. أنا بدي يعني بس بطبيعة الحال أنا بدي أعرض حقيقة مقابل حقيقة مقابل انقناع. نعم بلشنا في 2010 لكن الحقائق إنه إحنا تعلق الشغل في المشروع لمدة 4 سنوات لمزيد من الدراسة ومزيد من التدقيق، وإجا مستشار عن طريق وزارة الأشغال العامة ونقابة المهندسين ونقابة المقاولين اشتركوا في تقييم أعمال هذا المستشار، وكان النتائج إنه الدراسات اللي قامت فيها أمانة عمان والمخطط الشمولي للنقل والمرور اللي عملته أمانة عمان بني على أسس وعلى منهجية عمل صحيحة، وإنه لابد من إيجاد مشروع نقل عام في مدينة عمان. هلا هذا الشق الأول من المداخلة اللي بتعلق بالمقدمة اللي تفضلت فيها. الشق الثاني من المداخلة ماذا لدينا، ما هو جديد مشروع الحافلات السريعة التردد؟ الحمد لله إحنا أنهينا تقاطع شارع الأميرة بسمة طوله 5 كيلومتر، ساهم في رفع مستوى خدمات البنية التحتية في منطقة وادي عبدون والقيسية، وهذا إشي موجود على أرض الواقع. الحمد لله أنهينا تقاطع الدوريات الخارجية وساهم في رفع مستوى الخدمة المرورية على تقاطع الدوريات الخارجية. الحمد لله كمان أنهينا تقاطع نفق الصحافة. الآن وأنا بحكي معك شغالين على تقاطع المدينة الرياضية اللي هو من أهم التقاطعات المرورية في مدينة عمان، وإن شاء الله حال الانتهاء من المشروع راح يكون في شكل جديد للحركة المرورية، لأنه نحكي عن جسرين خرسانيات جداد للحركة المرورية اللي جاي من شارع الموت الرامية ورايح باتجاه شارع الشهيد، أو جسر خرساني ثاني للحركة اللي جاي من الداخلية ورايح باتجاه السوبي. نعم. فبالتالي وشغالين في محطة الركاب في خصويلة. اليوم في عنا مجلس أمانة، المجلس الأمانة اليوم إن شاء الله على أجندة عمل مجلس الأمانة 3 عطاءات جديدة من عطاءات البنية التحتية لمشروع الحافلات السريعة التردد بانتظار الإحالة. امبارح كان في عنا لجنة عطاءات مركزية في أمانة عمان وفتحوا تقاطع طارق. فبالتالي في عنا خطة تنفيذية، وهي الخطة التنفيذية مربوطة ببرنامج زمني. احنا الحمد لله في أمانة عمان مؤسسة قديمة عريقة أنشأت طيب. تقاطعات مرورية كبيرة. باشمهندس في السابع لو سمحت بس لأنه أنا المقدمة لا يعني لا دقيقة المقدم استفزت الحقائق اللي عندي يعني. لا باشمهندس أنا بدي أوصل لك معلومة. أمانة عمان تعمل ونعمل وهي بدي أوصل لك معلومة بس بسيطة باشمهندس أوصل لك معلومة بسيطة. إحنا الآن ما بنتحدث عن الكوادر العاملة في هذا المشروع، إحنا بنتحدث عن السياسات وبنتحدث بنفس الوقت عن القائمين على هذا المشروع بالأمور اللي ممكن يعطوا الأوامر لتطبيق أو عدم التطبيق. الآن المقدمة هي مقدمة كل مواطن أردني بتحدث اليوم عن هذا المشروع. ما بعترض. نعم. لكن يحسب لأمانة عمان إنه موضوع النقل العام مسكته وشارفه على كتافها، وهي بدها تنفذ المشروع طوله 32 كيلو وانولد منه مشروع جديد بين عمان وزرقاء. طيب حط عطاءاته راح يصير فيها احاله. طيب انا بدي اسالك سؤال، خلينا نطلع على نصف الكاس المليان يعني. طيب انا بدي اسالك سؤال واحد، الان بالاخبار اللي وارده انه بعام 2020 راح يتم افتتاح نهايه 2020. نعم راح يتم افتتاح المشروع، ويعني المواطن الاردني راح يتنعم بهذه الخدمه ان شاء الله. ان شاء الله. احنا اللي بنبحث عنه انه ب 2020
كما تتحدث الأخبار وتتحدث الجهات المعنية أنه يتم تفعيل دور هذا المشروع. إحنا هذا اللي نبحث عنه بصراحة إن شاء الله. يعني أنا بدي أشكرك المهندس رياض الخرابشة، أكيد مدير مشروع الباص السريع، وبدي أكرر مرة ثانية أنه إحنا لا نتحدث عن الكوادر العاملة لأنه أشخاص عاملين. يعني أنا اليوم في هذا البرنامج، إذا جاءت الإدارة وقالت لي لا تعمل البرنامج وتوقف البرنامج سنتين وبعدين رجعت، فبعتقد اللوم ما بيكون علي على قدر ما بيكون على الجهات المعنية. فهذا الشيء اللي إحنا بدنا نوصله الآن. أنا ما عندي مشكلة، الله يعطيكم العافية، لكل شخص بيقدم أو بيأدي دوره على أكمل وجه وبيقدم الواجب المطلوب منه لخدمة المواطنين، لكن بنفس الوقت إحنا الآن في أمور كثيرة تحدث فيها المواطن الأردني والكل شافة. يعني في ناس من برا الأردن زاروا الأردن ب 2010 و 2011 ورجعوا زاروها ب 2018 وما شافوا شيء على أرض الواقع. يعني ما استفدنا غير هالكم شجرة اللي كبروا شوي وغيروا منظر الشارع. فإحنا لما نتابع في الدول المجاورة أو دول العالم المشاريع الكبيرة مثل الباص السريع في تركيا والقطار الخفيف، ونشوف مشاريع مرتبطة كمان ببعض الدول المجاورة من الخليج والآخرين من هذه الدول، إحنا بنستغرب إنه المشروع بقعد معهم سنة ونص وبتم يعني توفير الخدمة للمواطنين. لكن إحنا مشاريعنا اليوم، يعني اليوم بكرة بنحكي عن موضوع الأبراج بيطلع عنه مهندس بيقول لا انتوا قاعدين تحكوا اشي غلط. طب هاي البرجين وقفات لهم 15 سنة وقفات. فاحنا اللي بنبحث فيه او بنحكي فيه اليوم في برنامج صوت الشعب، انا اليوم في برنامجنا صوت الشعب نمثل المواطن الاردني والشعب الاردني. احنا اليوم قاعدين بنحكي بهم مواطن، المواطن اللي يعني بصراحة وصلت في مرحلة مش عارف وين بده يوجه. يعني الواحد بيحكي في موضوع باص سريع وبرجع بيحكي بمشروع مشاريع إنشائية وبرجع بيحكي في البنية التحتية وبيحكي. وشفنا عمان بالفترات السابقة الأمطار، أمطار الخير اللي أجتنا كيف أثرت على البنية التحتية والثلوج وعملية الطوارئ اللي إحنا نشتغل عليها بأبسط المنخفضات، وبنعمل غرف طوارئ وبنعمل وفي دول يعني يومي عندهم ثلج. فإحنا ما بنصرفه أو المبالغ اللي نصرفها اليوم على بنية تحتية كل سنة قادرين أنه نوفر مبلغ ثابت نستطيع أنه ننشئ فيه بنية تحتية حقيقية. اليوم الشوارع الأسفلتية اللي بالمحافظات وبعمان بيجوا الأشغال بفردوها بالزفتة، ثاني يوم بيجوا جماعة المي بحفروا الزفتة مرة ثانية وبحطوا الأنابيب، برجعوا بعدين جماعة الكهرباء بحفروا مرة ثانية. فحتى التنظيم والترتيب والتنسيق ما في. شوارع كثيرة في المحافظات وهي شكاوى راح تجينا في الأيام القادمة، كل شخص بزت على الثاني، الأشغال بتحط على البلدية والبلدية بتحط على الجهات اللي مستفيدة من هذه الطرقات. وهذا الإشي بصراحة بخلينا يعني دائما نتساءل كمواطنين، مو احنا وين رايحين؟ هذا على ابسط الامور، انا بحكي على ابسط الامور، بحكي على الطرقات والبنية التحتية. لا تعمقنا بالتعليم ولا تعمقنا بالصحة ولا تعمقنا بالامور الاخرى اللي ممكن لو فتحناها يعني نحكي كثير فيها وراح نحكي فيها بصفتنا صوت الشعب. لأن المواطن الأردني اليوم بده ناس يحكي عنه كمجلس نواب. اليوم المواطن مش شايف ردة الفعل اللي تتناسب مع طموح المواطن الأردني. مجلس الوزراء الوزير قبل ما يصير وزير بيحكي إشي، وبس يصير وزير بيحكي إشي ثاني. فهاي الأمور بتأثر علينا إحنا كمواطنين، لهيك بنحقنا إنه نحكي. الشيء لا مرتبط لا بالمقدمات ولا بالعتب، العتب واحد والخدمة واحدة. احنا بالنهاية بدنا بلدنا تكون افضل بلد. لا انا بدور على مصلحة شخصية ولا اللي ورا الكاميرا بدور على مصلحة شخصية ولا اللي في غرفة الجاليري عندي بدور على مصلحة شخصية، كلياتنا قاعدين بندور على مصلحة بلد. طيب ناخذ الخبر الثالث معنا او الرابع،
وزير الخارجية الصفدي فتح معبر نصيب بعد توافق اللجان على الترتيبات. طبعا الأخبار اللي تجينا قبل فترة سمعنا خبر أنه تم فتح المعبر، اليوم بقول لك في ترتيبات لفتح المعبر. لبنان بلشت يعني تأشر في موضوع فتح المعبر حتى أكيد تستفيد سياحيا من الأردن، لأنه إحنا كمان يعني جهة تفتح خطوط كبيرة على دول الخليج ودول المجاورة. فاللي نتمنى أنه يتم أكيد فتح هذا المعبر وإعادة، يعني نتمنى أنه سوريا ترجع، سوريا والشام ترجع الشام، ويعم الخير والسلام والأمن والأمان والمحبة على كل دولنا العربية اللي أنهكت في السنوات السابقة جراء الربيع العربي وجراء الثورات وجراء الأحداث الكبيرة اللي صارت فيها، وأثرت اقتصاديا وأثرت اجتماعيا وأثرت دينيا وأثرت في كل الجوانب اللي ممكن إحنا نتطرق لها في كل البرامج اللي كانت اجتماعية سياسية ثقافية وحتى الفنية. ما بعد ظل معنا أخبار. معنا أخونا محمد عبيدات من إربد. بصير بالبلد عن السرقات عن. ألو ألو أبو عبيدات. أبو عبيدات. ألو. يعطيك العافية. السلام عليكم سيدي. وعليكم السلام يا هلا. أنا محمد سلمان عبيدات سيدي من لبا بني كنانة. والنعم يا هلا فيك. ومنك يا سيدي. تفضل. أنا إيش بدنا نحكي؟ والله ما نعرف أنا إيش بدنا نحكي. طيب رتب أمورك. لا بس أنا برتب أموري. يلا. يا أخي يعني بلمس إنه لمست يعني إنه هذا في متصرف لواء الأغوار الشمالية. نعم. هذا اسمه عدنان العتوم. طيب بدون ذكر أسماء. نعم. هذا ظلمني سيدي. ظلمك؟ ظلمني. طيب كيف قل لي. ابدا مسكت مرتي مع وافد. مره ثانيه اخوي ابو عبيدات. مسكت مرتي مع وافد. طيب الوافد هذا انا بدي اقول لك انا بدي لك انت طالما انه انا ماشي سرابس يعني وضعي تمام بسفرني مصدر. أنا 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 إخوان بس صوت العبيدات بحاسه بعيد وما فهمت موضوع وافد. طيب ممكن بس تأخذوا لي الاتصال أخونا أبو العبيدات، تأخذوا منه بس الشكوى لأنه عنده يا إنه فاتح سبيكر، مش عارفنا شو قصة الاتصالات معنا إحنا موضوع السبيكر. يا ريت إنه كمان رسالة لكل الأشخاص اللي بتواصلوا معنا على البرنامج، لما يتصل معنا أول شيء يبعد عن التلفزيون إذا كان قريب منه، وثانيا يحكي معنا بدون سبيكر حتى الصوت يكون واضح ونقدر نتواصل إحنا وياكم. طيب قبل ما نستمر ونروح لمراسلينا في المحافظات ونحكي شوي عن الشعب الأردني، وهذا يعني احنا بجزء اليوم راح تبلش الانطلاقة في التواصل مع المواطنين في كافة المحافظات، وراح نسلط الضوء اليوم بطريقة يعني تتناسب مع عنوان البرنامج واسم البرنامج صوت الشعب. لكن كل هذه الأمور دائما بتشاهدوها على A1 TV.
أعزائي المشاهدين، بعد هذا الفاصل مستمرين معكم في برنامج صوت الشعب. قبل شوي بالفاصل شفت شخصية الله يرحمها، هذه الشخصية هذا الشرطي السير هزاع ذنيبات، هذا الشخص صدقناه يوم في برنامجنا الصباحي والتقينا فيه شخصيا، وكنا أي شخص يعني بزور خصوصا لما يدخل منطقة العبدلي بشوف الله يرحمه هزاع ذنيبات، هذا المواطن الأردني اللي كان مخلص في عمله بطريقة رهيبة جدا، يعني قدم نموذج للمواطن الأردني النشمي الغيور اللي بيحب هذا الوطن الغالي، وبنفس الوقت يعني أكيد ندعي له بالرحمة على الصورة الوطنية اللي كان يقدمها لهذا الوطن الغالي. في ناس بتحب البلد وبتقدم للبلد وبتخاف على البلد وبتغار على البلد، وفي أشخاص بعيدين كل البعد عن حبهم لبلدهم وبعيدين كل البعد عن خدمة المواطنين. فمنتمنى دائما أنه لما ننظر لوطننا ومملكتنا الأردن الهاشمية ننظر لها بعين الشخص اللي بيخاف على كل شيء بيملكه، بيخاف على أجمل ما يملك، لأنه بصراحة يعني هالبلد هاي الله يحميها، فيها أمور كثيرة إحنا بصراحة نتمنى إنه نحافظ عليها ونبقى عليها دائما. طيب معي اتصال مهم جدا، هذا الاتصال مرتبط بالقانون اللي تحدثنا عنه في حلقات سابقة في برامج مختلفة بما يتعلق بأبناء الأردنيات وما يرتبط بهم من حقوق. خلونا بهذا الاتصال نتحدث مع الأستاذ رامي الوكيل منسق حملة أبناء الأردنيات، فيعطيك العافية. الله يعز أمرك يا رب. الله يخليك. يعني في البداية الحديث عن ما يتعلق عن قانون أبناء الأردنيات من 2014 أو قبل 2014، وحن نتحدث عن هذا القانون، كان هناك بعض الشروط، هذه الشروط اليوم ممكن تمت يعني الحديث فيها من قبل الحكومة بما يتعلق بشروط الإقامة. حابين نأخذ منك معلومة أكثر لما وصلنا إليه اليوم بهذا القانون بالتحديد حتى تطمئن الأردنيات ويطمئن أبناء الأردنيات أكيد الموجودين على تراب الوطن أو خارج وطننا الحبيب. خلينا في البداية بس إنه نحكي إنه هذا مش قانون، هو قرار رئاسة وزراء. قرار. يعني للأسف ما وصل لمرحلة قانون، يعني ممكن إنه أي رئيس وزراء يجي أو إنه مثلاً نفس رئيس وزراء الموجود إنه يعدل عليه أو إنه يلغيه، فهو نعم. شغلة واردة يعني مش محتاج لا موافقة مجلس نواب أو رفض مجلس نواب. بنتمنى لقدام إنه يكون هو يوصل لمرحلة قانون عشان يكون موجود، عشان ما حد يقدر إنه يلغي فيه أو يعدل فيه. يا سيدي إن شاء الله. في 2011 صدر القرار، نعرف انه قرار مزايا لابناء الاردنيات اللي هي خدمات تسهيليه اعتبوها لهم، شملت 6 مزايا اللي هي الصحه والتعليم والتملك والاستثمار والعمل ورخصه القياده. نعم. هذول كانوا ممنوعين عليهم من الاساس. الصحه اللي هو يعني يعامل معامله الاردني القادر حتى عمر 18 سنه. بعد 18 طبعا لا، يعني هو يعني بعد 18 يعامل معامله الوافد. نعم. بالنسبة للتعليم يعامل معاملة الأردني في المدارس لحديث التوجيهي، وبعد التوجيهي يعني قبل سنة تقريبا طلع قرار انه هو اعطوهم 150 مقعد على التنافس، وبعدين يعامل معاملة الموازي الأردني. وبالنسبة للعمل للأسف يعني هم بس انعفوا من رسوم التصريح، اما كتصريح هو لابد ان يكون موجود عشان يشتغل يعني، وبعد المواطن الأردني يعني البند جاي انه يسمح لهم بالعمل بعد المواطن الأردني ويطلب منهم تصريح عمل ما في من الرسوم. نعم. بالنسبة للتملك والاستثمار للأسف طبعا هون ما صار فيه مش استاذ، لأنه هو القرار لما أجا وكان يسمح لهم بالتملك حسب الأنظمة والتعليمات النافذة، يعني هو أعطى وأخذ يعني نفس الوقت ورجعك للمضمون اللي أنت فيه، يعني أنت تعامل معاملة الوقت. هلأ كان صاير أنه كان فيه اللي هو لازم الام تكون مقيمه هون اخر 5 سنوات عشان انه تقدر تحصل لابنها البطاقه التعريفيه، بالاضافه لبعض الشروط اللي هي اقامه الابن الساري هون وجواز سفر ساري وشهاده الميلاد وشهاده الزواج. كان هذا يعني البند
تعزيز للبعض، لانه احنا في عندنا كثير سيدات اردنيات من زوجات من اجانب موجوده مع زوجها برا الاردن، او انها هي طالعه بعثه برا الاردن تشتغل، او انه هي لسه ما طبقتش 5 سنين جوا البلد. رئيس الوزراء بعد نقاش مع النواب، بعد نقاش مع النائب وفاء بن مصطفى، وصل لمرحله انه هذا البند التغى في 17/9. طبعا هو يعني بالنسبه لي هي خطوه كثير كثير جيده، يعني انه طيب. الان انا بس السؤال بصفتك منسق للحمله، مثل هذا القرار بدأ ملتغى في 17/9، وهذا كان شرط شوي يعني في نوع من معيق لبعض السيدات وخصوصا العائشات برا الأردن وحابات يرجعن عيشن بالأردن، شو تتوقع على المستقبل الآن بعد تطبيق الشروط الجديدة؟ هسا أستاذي إحنا خلينا نحكي إنه لابد إنه يصير بعض التغييرات. يعني أنا بحكي لك إنه أنا كرامي الوكيل أنا شايفة إنه كانت خطوة مهمة جدا جدا إنه إحنا لازم نلغي القرار هذا. بس في النهاية يعني إحنا خلينا نرجع للحقيقة، إنه لو التغى القرار إحنا في عنا كمان شروط ثانية المفروض إنه هي ما تكون موجودة. يعني أنا لو تغيرت في القرار نفسه، أنا يعني إذا المشكلة عند الكل إنه هي إحنا خايفين من موضوع التوطين وخايفين من موضوع الوطن البديل، أنا بكتب القرار إنه يعامل معاملة الأردني ويستثنى من ذلك الحقوق السياسية والمدنية وخلص. آسف، الحقوق السياسية والانتخاب والترشح. أما إنه أنا بدي أحط أنا 6 مزايا. هلا بعد 6 مزايا، هسا إحنا لو أدينا لأبناء الأردنيات حاليا لو القرار طبق 100% حذافيره ومعهم كلهم بطاقات تعريفية بدنا نعتبرهم. للآن التبرع بالدم لابن الأردنية ممنوع. يعني إحنا في عنا حالات حاول إنه يتبرع لوالدته بالدم كانوا يمنعوه. ولانه يعتبر وافد، وحسب تعليمات وزاره الصحه الوافد ما بيتبرع في الدم لوالدته طبعا، يعني حتى تخطين. الانتساب للنقابات لليوم ممنوع حتى لو تطبق القرار، وزاوله المهنه ممنوعه لهم حتى لو تطبق القرار. العمل طبعا بالخدمه المدنيه طبعا اكيد لا، لانه هم يعني يعتبروا اجانب. فهي بدنا نحكي حتى البنك يعني لليوم مع التعميم انه هاي اصبحت وثيقه اثبات شخصيه. امي شوي حكيت مع بنك الاتحاد خلينا نحكي، والاتحاد رافض الهويه لليوم. طيب. مع انه في قرار من رئيس الوزراء، فهي محتاج القرار شغل في نفس القرار. يعني ممكن انه رئيس الوزراء احنا ان شاء الله راح نعلق على هذا الموضوع اكثر واكثر باستضافات وتواصل كمان مع الجهات المعنيه حتى ناخذ المعلومه كامله، ويعني بجزء المعلومات اللي تطرقت لها اخونا رامي الوكيل منسق هذه الحمله، انا بدي اشكرك كثير على اتصالك ومشاركتك معنا اليوم في برنامج صوت الشعب، والمعلومات القيمه اللي اعطتنا اياها. يعني في بعض الامور احنا بجزء ما كنا ماخذين فيها بامور تتعلق بتفصيلات هذا القرار، لكن ان شاء الله راح نتواصل اكثر واكثر مع الجهات المعنيه حتى وخصوصا وزاره الداخليه حتى ناخذ منهم المعلومه الكامله وما يتعلق بهذا القرار في الايام القادمه. يعني احنا بجزء في المواضيع اللي نتطرق لها في برنامج صوت الشعب دائما بجزء او في بدايه الحلقات كنا نبحث في الامور اللي بتخص المواطن الأردني، يعني بتواصلنا مع أمانة عمان، بتواصلنا مع منسقي الحملات المتعلقة بالتوجيهي، اليوم نحكي في أبناء الأردنيات وهذا القرار، بنفس الوقت بما يتعلق بالمحافظات، بكرة في كمان زيارة لدولة رئيس الوزراء لمحافظة الزرقاء، وراح يكون تكون كاميرات A1 TV موجودة في برنامج صوت الشعب، وإعطائكم آخر أكيد التصريحات من قبل دولة رئيس الوزراء، وفي بعض الأحيان حتى لقاءات الشبابية من دولة الرئيس بيكون فيها بعض التصريحات لما سيكون في الأيام القادمة، وهذا الشيء أكيد بيساعدنا أكثر وأكثر لإيصال المعلومة كاملة لكم عبر شاشتكم A1 TV وبرنامج صوت الشعب. معنا اتصال أخونا أحمد الرواجد مراسلنا في العقبة ثغر الأردن الباسم. مساء الخير أخ صدام، مساء الخير لك ولجميع السادة المشاهدين. كل احترام. الله يسلمك أحمد. يعني أولا احنا منرحب فيك كأول رسالة اليوم من العقبة، وبنفس الوقت الحديث عن العقبة وعن ثغر الأردن الباسم هذا الموقع السياحي اللي أكيد الكل يعني بفترة وخصوصا هاي الفترة الزوار عندكم من أبناء الوطن كثار، فحابين نستمع لآخر الأخبار في مدينة العقبة. نعم زميلي صدام، حقيقة يعني تعيش مدينة العقبة هذه الأيام حركة سياحية نشطة
سياحية داخلية وسياحية أوروبية عبر القادمين من البواخر التي تصطف على أرصفة الميناء. امبارح أمس كان في باخرة من جنسيات أوروبية متعددة رست على أرصفة الميناء تحمل على متنها أكثر من 2000 سائح لزيارة أضلاع المثلث الذهبي العقبة ووادي رم والبتراء. وحسب المسؤولين في سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة القسم أو الكادر السياحي تعيش أيضا مدينة العقبة خلال الأيام القادمة العديد من وجود السياح أيضا من الجنسيات الأوروبية عبر البواخر حتى يصلوا الموسم الحاري إلى أكثر من 70,000 سائح عبر أكثر من 50 باخرة سترسو على أرصفة الميناء. حقيقة كل هذا أخي صدام يقابله تحديات يعاني منها القطاع السياحي في مدينة العقبة، بالإضافة إلى تحديات مجتمعية داخل مدينة العقبة تتمثل في عدم استقرار القوانين والأنظمة في المدينة الصغر الباسمة، المدينة الاقتصادية، رئة الأردن الاقتصادية، بالإضافة إلى يعني تحديات في مجال التعليم والصحة، وكثير تحدثنا في هذا الموضوع خاصة موضوع التعليم والتي تعاني منظومة التعليم في العقبة من اختلالات عديدة وعميقة، من أبرزها أنه يكون في الصف أكثر من 60 طالب وهي بتأثر حقيقة على العملية التعليمية برمتها. أضف إلى ذلك نقص الكوادر التعليمية من معلمين وخاصة معلمي الاختصاص، إضافة إلى أيضا التعليم القطاع الصحي والذي يعاني من عدم وجود الكوادر الاختصاصية فقط في مستشفى الأمير هاشم، والتي لا تعد أن تستوعب العدد الكبير من أبناء محافظة العقبة وأبناء الجنوب بشكل عام. طيب. اللي بيزيد مواطني العقبة عن 140,000 طيب. مواطن. زميلنا أحمد، إحنا يعني أوش نشكرك على هذه الرسالة، وإن شاء الله متمنى منك في الأيام القادمة يعني تواصل أكثر مع أبناء مدينة العقبة، تواصل بأمور ترتبط بهمومهم ومشاكلهم، بكل شيء أكيد ممكن إحنا نساهم ونساعد فيه بالتواصل مع المسؤولين حتى نقدر نخدمهم بالطريقة الصحيحة، وخصوصا إذا كان في تواصل مع نواب العقبة كمان، هذا الشيء بيهمنا واستضافتهم في البرنامج حتى نحكي أكيد عن العقبة بكل جوانبها إن كانت الاقتصادية، الاجتماعية، السياسية والثقافية. فأنا بدي أشكرك كثير على رسالتك، وإن شاء الله الأيام القادمة راح نكون معكم أول بأول، وأنا بتمنى من كل المراسلين في كل المحافظات أنه يتم التواصل مع المواطنين في كل الأحداث أكيد المرتبطة بكل محافظة حتى نقدر نوصل صوت أبناء هذه المحافظات إذا ما استطاعوا التواصل معنا على أرقام هواتفنا أو عن طريق صفحة التواصل الاجتماعي، أنه في كل محافظة هناك مراسل مختص راح يقدر يوصل صوت المواطنين في كل المحافظات وخصوصا في محافظات الشمال والجنوب. معنا من محافظة الكرك كمان مراسلنا بكر المجالي. بكر يعطيك العافية. يا هلا فيك، مساء الخير أخ صدام لك ولجميع مشاهدي برنامج صوت الشعب، وانطلاقة مباركة إن شاء الله. بكر يعطيك العافية أولا، وثانيا حابين نستمع لآخر الأخبار في محافظة الكرك، كيفية التواصل الآن مع المواطنين حتى يعني يكون هناك رسالة مشتركة ما بين برنامج صوت الشعب والأبناء محافظة الكرك بالتحديد. نعم سيدي، من الأخبار التي حصلت في محافظة الكرك زيارة جلالة الملكة رانيا لمدرسة الملك عبدالله الثاني للتميز. طبعا كانت زيارة مفاجئة واطلعت على التدريس وعلى بعض الورش التربوية والتقت مع طلاب وطالبات المدرسة. أما بالنسبة لقضايا القضايا اللي في الكرك، فهنالك الكثير من القضايا التي يود الأهالي في محافظة الكرك طرحها والوقوف عليها وإيجاد الحلول لها، وذلك بعد تواصلنا مع عدد كبير من المواطنين، وهي كثيرة ومهمة مثل المياه والطرق والبطالة والصحة وغيرها. ولكن أبرزها يا سيد العزيز كان هو المطالبات بفتح استثمارات جديدة في المدينة الصناعية، وذلك للتخفيف من أزمة البطالة بدل لجوء شبابنا إلى المخدرات وغيرها. ونحن تواصلنا وبتواصل مستمر مع مدير عمل الكرك عطوفة فيصل الطراوني، وأوضح أن المديرية تقوم بنشر إعلانات التوظيف بالمدينة الصناعية وغيرها.
وذلك حسب احتياجات تلك المصانع. نعم. أما بالنسبة سيدي العزيز للبنية التحتية وخاصة للطرق الرئيسية، فلقد شكل العديد من أهالي منطقة الجديدة حالة الطرق أو الطريق المؤدية لبلدة أدر، وهي الطريق الرئيسية والوحيدة لبلدة الجديدة. حالتها سيئة جدا خاصة في فصل الشتاء، فهي مليئة بالمطبات الهوائية والحفر الكثيرة والتي تسبب خطورة على حياة المواطنين، وكذلك الطريق الواصل بين بلدتي العدنانية ومؤتة والتي تسبب الحوادث المتكررة عليها وأودت بحياة الكثير من أبناء المنطقة. نعم. ونتقدم سيدي بالشكر لعمدة بلدية مؤتة والمزار السيد محمد صالح الصرايري وكادر البلدية على عملهم المستمر والمتمثل بتعبيد شوارع بلدة مؤتة والتي تشهد ازدحاما بشريا على الأسواق وحركة تجارية ضخمة. أما بخصوص المراكز الصحية فلقد وصلنا بعض الملاحظات من الأخوة المواطنين بخصوصها، حيث تعاني من نقص حاد في العلاج والأدوات الصحية والأطباء، فيضطر المريض لمراجعة العيادات الخاصة وتكون التكلفة عالية جدا ومرتفعة. نعم. وسوف نقف في رسالتنا القادمة إن شاء الله تعالى على موضوع مهم جدا وهو مقتنيات متحف قلعة الكرك. نعم. منذ عام 2014 اختفت مقتنيات متحف قلعة الكرك. نعم. ولا أحد من المواطنين يعرف أين ذهبت هذه المقتنيات، مقتنيات تعود إلى حضارات قديمة كثيرة جدا. طيب. وهي كمية كبيرة، وحاولنا طيب. التواصل مع المسؤولين ولغاية هذه اللحظة لم نجد أي رد. طيب بكر، أنا بدي أشكرك يعني وهذه المعلومة القيمة اللي أنت أكيد وصلت لنا إياها اليوم في برنامج صوت الشعب عن مقتنيات متحف الكرك، وإن شاء الله في الأيام القادمة يعني إحنا بدنا نتواصل أكثر أكثر في هذا الموضوع بالتحديد، والمواضيع اللي تحدثت فيها في بداية اللقاء أو الرسالة من محافظة الكرك حتى نقدر نتواصل مع الجهات المسؤولة أول بأول ونقدر نحل معظم هذه المشاكل، وخصوصا إحنا داخلين الآن على فصل الشتاء، وفصل الشتاء له خصوصية عندنا في الأردن جراء يعني ضعف البنية التحتية في المحافظات بالتحديد. ما بدنا نحكي عن المركزية في عمان، لكن سنتحدث عن المحافظات اللي بجوز في السنوات السابقة واجهنا مشاكل كثيرة، وكنا نشوف نداء من قبل المواطنين عبر البرامج اللي كنا نتواصل معكم فيها، وخصوصا في فترة تساقط الثلوج يعني كنا نشوف أمور كثيرة ترتبط بأبناء الوطن تتعلق بمشاكل الطرقات والبنية التحتية. بدنا نروح لاتصال من عروس الشمال ومراسلنا في إربد أخونا أحمد التميمي. أحمد يعطيك العافية. الله عافيك زميلي صدام. أحمد أنا يعني من المعلومة اللي وصلتني أنه معالي وزير الزراعة موجود عندكم اليوم بإربد. لا، كان مندوب عنه رئيس المركز الوطني للبحوث الزراعية. نعم. المهندس جمال الحداد. نعم. طيب حطنا بآخر الأخبار اليوم بمحافظة إربد. نعم، يعني كان هناك في افتتاح مهرجان الرمان التي تنظمه مديرية زراعة إربد بالتعاون مع الجهات المعنية في المحافظة. بتعرف جميل صدام يعني محافظة إربد تنتج ما يقارب 20% من إنتاج المملكة من الرمان. نعم. تم افتتاح اليوم المهرجان تحت رعاية مدير عام الأبحاث الزراعية، وأقاموا المزارعون بعرض منتجاتهم من الرمان. أيضا كان هناك اعتصام زميل صدام من قبل موظفي البلديات في محافظة إربد. كان نسبة الإضراب تجاوز 50%. معظم البلديات أضربت عن العمل في محافظة إربد وتوقف العمل استقبال المعاملات للمواطنين للمطالبة بحقوق عمالية ووظيفية وتحسين مستوى معيشتهم حقيقة. يعني هي معظم الأحداث التي وقعت في محافظة إربد. أيضا كان هناك مسيرة صمت حقيقة نظمتها منظمة العمل الدولية تحت عنوان الاكتئاب، انطلقت من شارع الشهيد وصف التل باتجاه حدائق الملك عبد الله للمطالبه بزياده الوعي عن اسوء الاكتئاب وعن سيئاته. نعم.
أنا بدي أشكرك. من أحداث جنرال صدام التي وقعت في محافظة إربد اليوم. نعم، أنا بدي أشكرك على اتصالك وتواصلك اليوم معنا، مراسلنا في محافظة إربد أخونا أحمد التميمي. ويعني بما يتعلق بالمحافظات والنشاطات وكل شيء يرتبط بالخدمة في هذه المحافظات، إن شاء الله في الأيام القادمة إحنا راح نكون التواصل أسرع بإذن الله، حتى عن طريق البث المباشر، حتى نقدر نوفر خدمة لمطالب المواطنين مباشرة على الأمور المجتمعية، الأمور اللي تتعلق بأكبر عدد ممكن من المواطنين في خدمتهم وتقديم الخدمة الإيجابية لهم بإذن الله. احنا معنا فيديوهات، هاي الفيديوهات يعني بصراحة هي من واقعنا، من شوارعنا، من محافظاتنا، بتتحدث عن حالنا. اليوم السوشيال ميديا قاعد بيلعب دور كبير في نقل المعلومة، وبيلعب دور كبير بالإعلام الحديث اللي برسم الخارطة لحركة المواطنين وتفاعل، وبنفس الوقت المشهد العام، وأصبحت يعني صاحب الطابع السيادة أكثر من الجهات الإعلامية الأخرى. أنا بس بدي أخذ الفيديوهات أول بأول، يعني أعطوني الفيديوهات أنا بدي أعلق عليهم بطريقة، وما بهمني الفيديو على قدر شو الموضوع الممكن نطرحه في موضوع الفيديو، وين صرنا إحنا اليوم. هذا الفيديو في إحدى المحافظات الأردنية. الفيديو هذا لو بدنا نتحدث عنه، عن تفصيلاته، شو السبب، شباب يعني بدهم يسرقوا إحدى المركبات المتعلقة بأحد الأشخاص المحاسبين في إحدى الجهات الحكومية حتى يأخذوا الرواتب، باعتقادهم أن الرواتب موجودة في هاي المركبة. إحنا ليش وصلنا لهاي المرحلة؟ ليش صرنا نشوف مثل هذه الفيديوهات، وصرنا نشوف مثل هذه القصص، وصرنا نشوف مثل هذه المواضيع؟ ليش وصلنا لهاي الحالة؟ وأنه يكون في عند الشباب دافع وبنفس الوقت قوة قلب. يعني إحنا الشاب لما تقول له تعال اشتغل يعني مراسل، اشتغل أي مهنة شوي مرتبطة بالبناء بالكذا، بصير عنده كشخص نوع من ال 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 يعني أنا والله ما بقدر لأنه فيها ثقافة عيب. لكن اليوم بطلت الأمور ترتبط بثقافة العيب على قدر ما هو الكاميرا بتصوره، وعارف أنه بتصور، وعارف أنه بيعمل غلط، وعارف أنه يعني ابتعدنا عن مفهوم ثقافة العيب، وبلشوا يسرقوا السيارات ويسرقوا الكازيات وبيسرقوا الآخرين. هاي الأمور ليش وصلنا لهاي الحال كمواطنين؟ في فيديو ثاني وراح أعلق على الفيديوهات كلها مرة واحدة ونحكي قبل ختام حلقتنا لليوم. يلا. هذا الفيديو الثاني كمان بنفس التعريف وبنفس المفهوم، سرقة محلات محروقات الوقود، بنفس الوقت الرواتب بعض المحلات. شفنا في كمان في فيديو في المول أحد الأشخاص أخذ الجزدان من إحدى السيدات. إحنا اللي أنا بدي أوصله للجهات المسؤولة بالتحديد وللمواطنين، إحنا الشعب الأردني، هذا الشعب اللي في الذكرى أو المعركة اللي متحدث عنها دائما هي معركة الكرامة وما يرتبط بالكرامة بالمفهوم والمعنى والمضمون والمحتوى. اليوم أصبحنا من شعب كرم إلى شعب مكارم وطرود. أصبح الشخص فينا اليوم يبحث عن بصراحة أمور
احنا مستغربها. الضيف اللي بزورك اليوم صرت تخاف منه، ابنك الصغير اذا بمرق جنب محل العاب او محل او مطعم او اي شيء الان في الشارع صرت انت تدنق راسك وتبعده. حتى المواد الاستهلاكية اليوم صرنا احنا ناخذها بالحبة وناخذها بالقطعة. امور كثيرة احنا بصراحة يعني كنا بعيدين عنها كل البعد رجعنا لها اليوم. كصوت الشعب وهذا البرنامج اللي متمنى ان شاء الله في الايام القادمة انه يقدم خدمة ايجابية، خدمة حقيقية لكل مواطن اردني على تراب هذا الوطن الغالي. تحية لكم من هذا البرنامج، وتحية لكم من قناة الايوان تي في، من كادر العمل ومني انا صدام المجالي، لكم اجمل تحية على ان نلتقي باذن الله غدا بحلقة جديدة من برنامج صوت الشعب. هذه تحية لكل الشعب، يعطيكم العافية.